Camille, BMTV, ou à la Be Do It Yourself. Hi, Pascal. Hi, Eli. T'as bien? Et quand même, la quête m'ajoute, Mike, Nazad, quel chic en armes, je te dis, madame le Zakaro. Fallium, moi, t'y connais, la Hekoun et Naïl. ورح نحكي عن غير موضوع رح نشوف قد ايه عائل رح تكون اليوم موضوعنا حلو اللي رح نحكي عن لون مش نحن متوقعينه انه يكون كلون ناتر نستعمله بقلب البيت لانه نحن مثل ما بنعرف انه عاده بنتجه كلون ناتر بقلب البيت يا بنستعمل الجري بيج أبيض. توب ابيض ومن دون مثلا بندخل الوان ثانيه لازم اجي بغير قميص انا لو قميص ابيض اليوم غير لون غير لون هلا على طول بنوز كل الالوان يعني اليوم ساقع بتلبس ابيض يعني رحت للناتر المعروف الماكسيموم كلاسيك ابيض واسود يعني بقى لا اليوم رح نشوف انه اذا طلعنا حوالينا بالطبيعه اذا شفنا يعني الخضار كل شيء حوالينا بنطلع انه اكثر لون موجود بكثره حوالينا هو لون الاخضر ومش بس انه بالشجر بالعشب بالجنينه الفوري كله موجود بكل شيء حوالينا حتى بالخضره بالفواكه بنشوف انه كل انواع الخضره او الفواكه متدخلها اخضر دونك بنشوف ميلانج الخضار موجود وين ما كان حتى بزيت العشبه بتبقى هي خضره بيبقى في كذا توناليتي من الخضار وميلانج كثير جريء اذا بنعتبر لانه نحن اذا بدنا نترجم هالميلانج لنا نحن ببيتنا بنخاف اوقات انه كيف نستعمل الاخضر بقى رح نشوف هلا سوا بالصور كيف نقدر نستوحي من هاللون يلي صار الناتر الجديد الاخضر بدل ما نستعمل البيج والجري جرين از ذا نيو وايت اذا بدك انه ذا نيو نيوترال اذا بدك فمثلا هون عم نشوف باول صوره انه جنينه البيت ما هيك باسكال؟ نعم جنينه البيت ايه ماشي طلعت من الشباك صورت لكم الصوره وقلت لكم مع الجيران بقى هون عم نشوف انه استعمال لون الاخضر قديش بكثره وبغنى ومش ما في محترم اي قاعده لتنسيق درجات الالوان مع بعضها مثلا عندي بنشوف انه الاخضر اللايم تبع الحامض الاخضر تبع الافوكا الاخضر الغامي اخضر المصفر يعني في كذا دوغريات الاخضر والريزولتا بتحسوا انه قديش حلو بتشوف الباك جراوند الازرق وراه اللي هو السما هالكومبينيشن تبع الالوان بتريحك نفسيا يعني كثير ما هو لانه لون الاخضر موجود بكثره بالطبيعه هو من اكثر الالوان اللي بتريح الاعصاب كمان معروف انه كثير بيروق فاستعماله بقلب البيت صار ماست يعني انه ندخل لون الاخضر منكمل منشوف بالصوره اللي بعدها هون عم نشوف مثلا اكزامبل بالخضره او بالفواكه قد ايه اللون وعم بتشوف انه عندك اورانج احمر البوردو الغامق تبع الباذنجان كله مع الاخضر يعني بتحس ما بيزعجك هالكومبينيشن الالوان كلها مع بعضها هون عم نشوف هلا بالصوره اللي بعدها رح نشوف كيف نقدر نترجم هالشيء على بيتنا مثلا هون عم نشوف بهالتواليت استعملنا هاللون الاخضر الحيوي واللي فيه كثير حياه ومعروف انه اللون الاخضر هو لون بغزه يعني بس ما له كثير غامق بهالحاله لا يعني هون هالتوناليتي استعملناها والحلو فيه انه الحلو على طول انه بيلبق مع الخشب مزبوط. الاخضر دونك لانه على طول مثلا عندنا الشجره جزع الشجره البني مع الاخضر دونك الوان هول بيريحوا وعم بيكون لون ناتر بلا ما نضطر انه نعمل له ريبيتيسيون بغير محل يعني انه عاده بس نستعمل نحن لون بنحس انه لا بدنا نعمل له رابيل بمحل ثاني بده يلبق على شيء يعني مزبوط هون مش مضطرين انه نعمل هالشيء مع هاللون لان كل الالوان ممكن تكون عم تتماشى معه الا اذا حتى الاحمر كنا عم نشوف بالسوق قبل يعني بس انه ساعتها هونيك بصير الالوان كثير قويه مزبوط يعني بصير في كونفليكت هلا احنا حكينا بحلقات سابقه عن الكولر ويل وانه على طول بيكون في الاوبوزيت كولرز او الكومبلمنتري كولرز هول اللي عاده نحن بنقدر نلبقهم مع بعضهم بس باللون الاخضر مش مضطرين نلحق ولا اي قاعده 100% دونك نحن بنقدر انه نلبقه مع حيلا لون ثاني رح نكمل بالصور هيك لحتى نفرجي اكزامبلات اكثر مثلا هون عم نشوف الاوليف جرين يلي هو اللون الكلاسيكال شوي من الاخضر كمان
كمان استعماله مع الخشب الغامق هيك كمان بتحسه بيروق هالكومبينيشن كثير وبيعطيها غير طابع يعني هون مزبوط. مع الدم لايت الضوء الخفيف اللي جاي اعطيها مود معين 100% يلي باللون الابيض هذا ما فيك تحصل فيه لا يعني تخيل بلا الاخضر وحاطط مثلا ابيض او بيج بيروح الكاركتر راح اكزاكتلي راح الكاركتر من هالقوده مثلا هون عم نشوف انه كمان بلون الاخضر مثل ما قلت اوقات بيكون في عندك ديفرنت هيوز يعني او درجات من اللون هون مثلا عم نشوف تلبيق يعني بتحس بقلب الملفوفه على موف من موف لشوي اخضر عقري على انه بتحس هالميلانج الالوان مع بعضها هي الطبيعه خلقتها دونك يعني وقديش حلوين يعني سو ردي الالوان تلبق على بعضها ما في لزوم نهار نجي راسنا 100% يعني اذا نحن بس علينا انه نطلع مزبوط حوالينا بالطبيعه ونبلش نعود نظرنا انه نستوحي من هالالوان الميلانج ونخلطها ونظبطها عنا وهون كمان عم نشوف انه هالخشب من ورا مع هال جم العشب من قدام قديش كمان عاطي كومبينيشن لون حلوين مع بعضه وبنلاحظ هون كمان الموف بعده موجود بس مزبوط. بكميه قليله والوان الاخضر اذا بدنا ناخذ الورق يعني البيب الموجود الصغير يلي هو شباك. اخضر الشباك صح الموجود الاخضر يلي فيه هو كمان مايل شوي على الازرق صح بينما قدام الاخضر هو الاخضر العشب يلي نحن بنعرفه وقد ايه كل هالالوان وقت طلع فيها هيك مع بعضها متناسقه متناسقه وكثير بتريح النظر كتير بتريحك يعني بتتقبلها وكتير حلوة راح نشوف نحن مثلا كيف فينا نترجم هالألوان يلي شفناها بقلب البيت بنكمل بالصورة مثلا هون عم نشوف بالمطبخ. بقلب المطبخ ويلي هو نحن بنعرف انه لون الأخضر كمان كتير ريكومندد بالمطبخ اذا واحد حباله يستعمل يعمل توش لون بالمطبخ أوكي. لانه معروف كلون نظيف يعني بيوحي النظافة واتس فيري هيلثي كولور يعني يعني بتحس انه حتى الحكمه بيلبسوا اوقات لون الاخضر كهيدا لانه بيوحي بالنظافه والصحه دونك اذا استعملناه هون مثل ما عم نشوف كمان خصوصا انه دخلنا هالبوترات الخشب يلي هن بيوحوا بالطبيعه كمان رابل بقى عطى وورمث او دفى بقلب هالمطبخ هلا اكيد نحن اذا ما عندنا هالاوبشن انه نحط بوترات خشب بالسقف فينا سمبلي ندخل من خلال طاوله خشب من خلال انه اليمان صغير يكون بذكر عشان نعمل الميلانج بين الخزانات ولون الحيط يعني أكيد أكيد مثلا هون كمان عم نشوف استعمال هاللون يلي كمان شوي ميل للكلاسيك الاخضر وكمان كثير بيروق الاعصاب ومع الارميد هيك على الطرف والباركيه بالارض اكزاكتلي عطى يعني هيك كومبينيشن كثير حلوه واكيد عطى حياه لهال الاوضه والمكتبه صحيح بالصوره اللي بعدها هون كمان عم نشوف استعمال الاخضر بهالغرفه وكيف يعني هون مستعملينه بكثره لانه طاغي على اغلبيه الحيطان بس بذات الوقت ما بيزعجك ابدا يعني بتحس حالك مرتاح بهالاوضه يعني مايل للون انه يكون ناتر يعني لكن كان بدي اسالك باسكال كنت عم لاحظ بالصور اللي عم نشوفه انه وقت عم ننتقل لمحل شوي بيكون فيه امور اكثر انتيكيتي مثل هلا كنا عم نشوف بقوت القعده بالمكتبه في المكتبه كانت موجودة الشمينة الأخضر فيها عم بيكون أغمق وقت عم نروح لمحل الأبيض فيها موجود أكثر دخل الصفار exactly. عم بيكون أكثر قريب بيكون vibrant أكثر هلا كمان رح نكمل بالصور رح يبين معنا كيف مثلا وحتى أخضر الجازون أوكي. هيدا كمان بينعد من المودرن أكثر استعماله بالكوتيل مودرن يعني هو جمال الأخضر إنه بيلبق نقدر نركبه ببيت كلاسيك وتراديشنال وبيلبق لبيت مودرن كمان يعني ما السؤال كمان تاني باسكال انه اليوم الابيض فيه يكون موجود بكل الاوض يعني بيمشي وين ما كان صح. الاخضر هون يعني كيف كنا هلا عم ناخذ هذا المثل من اوضه للثانيه بده يكون عم بيفرق الانتنسيتي الحده الاخضر الموجود فيه يعني اذا عم بيميل اكثر عم بيغمق ولا عم بيفتح لونه صح. فينا نحن اليوم بالبيت انه يكون في اوضه هيدي اغمق وهيدي فاتحه اكيد اكيد انه تزبط. اكيد يعني احنا حتى على طول بنقول انه للاشخاص يلي عندهم اوبن سبيس بالبيت اوضه مفتوحه كلها على بعضها مثلا يعني صالون دايننج كذا بتبقى كثير كبيره وبدك تدخل مثلا هاللون او الوان بهالمنطقه وتعمل رابيل او لينك بيناتهم على طول نحن بننصح للديبيتان انه نقوا لون واحد وفيك تعمل له يختلف الدرجات بتزيد حده الالوان مزبوط حده الالوان بتختلف
بين اريا واريا، يعني انت بتعمل زوناج تبعك او بتحدد الارياز بحسب كمان بحسب اللون يلي مستعمله، واكيد بده يكون في اوموجينيتي بين الالوان المستعمله. يعني انا ما بقدر انه اسمح لحالي انه يكون هالقد في انه فرق او انه تنصدم تحس حالك فت من اوضه كانك رحت على غير بيت. نفسيا يعني بتصير تتعبي اكيد، يعني بده يكون في هيك سلاسه بالانتقال من لون للون. مشان هيك للديبيتان ننصح لهم انه يبلشوا بلون واحد ويستعملوا ديفرنت توناليتيز يعني منه. بنكمل بالصور. هون مثلا عم نشوف الكوتيل مودرن يلي مستعملين الاخضر اللي فيه، يعني بتحس انه عندك الباك جراوند الابيض والبيبي تريل حلوه يلي هن اكيد معروفين فيها البيوت المودرن. هيك هالتوش الاخضر بالكنبايه بتحس عطيت حياه لهالاوضه كلها يعني اكيد. بالصوره اللي بعدها هون كمان عم نشوف انه كمان الاخضر بيلبق مع البيوت الاكلكتيك من الا يلي هي انه شوي بيبقوا عندهم ميكستشر من كذا كذا يعني كذا ستايل هو هالستيل. دونك بنشوف انه كمان استعمال ديفرنت درجات من عدة درجات من الاخضر وحتى هالاصفر بيناتهم عطى كمان ريزلتا كثير حلو. لاحظت الشباك من ورا يلي طالع على الخضار هيك بتحس عن جد بيكتشر بيرفكت. ايه غير انه الكادر ظابط يعني عمالي رح اقعد على الكنبايه يعني لا عمالي روح على جنينه اللي بتتبول صوره يعني ما كانت تخلص الجنينه ما كانت تخلص. اوكي بنكمل بالصور. مثلا هون عم نشوف الخضار يلي دخل له الاصفر كمان موجود بالطبيعه وبتشوف من ورا الاصفر بس من قدام عندك البني مع الاخضر اللي شوي غامق من قدام. كمان رح نشوف كيف نقدر نترجمهم ببيتنا. بالصوره اللي بعدها هون عم نشوف مثلا مستعملين هالاخضر اللي دخله اصفار على الارض تبع المطبخ كمان قديش عطى حياه وقديش عطى ضوء بقلب بهالاوضه او بهالمطبخ. عن جد بتحس اوقات يعني توش صغيره ممكن تغير اسباس كله، انه يعني يمكن هو هيدا المطبخ قديم سمبلي بس تغيرت الارض في او حطينا او يمكن انا قرر ادهن حيط واحد من هاللون قديش بيقدر يغير ويجدد بقلب الاوضه. بالصوره اللي بعدها هون كمان عم نشوف انه يمكن هي توش اكسسوارز استعملنا الاخضر وكمان بتحس عطى حياه غير قتل بتحس لانه لو كثير ابيض كان رح يكون كثير بيخسر الطابع ما بيعود فيه شخصيه ما فيه كاركتر صح وبتحسه كثير ستيريلي يعني انه كانك شوي مستشفى. هل توش الاخضر عطته كمان الاخضر مع الابيض مع الخشب يعني مع الخشب يكون كثير متوفر بالمطبخ عاده صح الادوات اللي بنستعملها 100%. بالصورة اللي بعدها كمان هون عم تشوف لون الأخضر العلاجري المايل العلاجري كمان اللي موجود بكثرة بالطبيعة. بنقدر نشوف كيف نقدر نستعمله بالصورة اللي بعدها. هذا بعتقد هو اللون الأنسب للناس اللي حابين يضلوا قريبين على المود الكلاسيك. الكلاسيك 100%. مثل ما لاحظت هون إذا بتطلع بتحس هيدي الأوضة مايلة للكلاسيك حتى بالنقشة تبع الكنبية اللي هي من خلالها دخلنا هاللون الجريفير. أكيد هيدي هذا لون بتحسه مايل ليكون للبيوت الكلاسيكية أكثر من البيوت المودرن. مش حابين ياخذوا هذاك الريسك يعني مزبوط هذا هو اللون الأنسب مزبوط صحيح. بالصورة اللي بعدها هون لا بنشوف انه الدرج والخزانة ورا مزبوط. هلا الدرج هو شوي اللي رايق بهالكومبينيشن الالوان كلها والباقي كثير قوي. هلا يمكن في ناس ما يتقبلوا هالاخضر بكثرة وفي ناس يمكن بيحبوا انه يكون محاطين بهيك لون، دونك هيدي الشغلة بترجع اوبشنال اكيد. سوري باسكال بهالصورة كمان الحيط الموجود ورا هو كمان اخضر ما هيك يعني الحيط ما ابيض فهون عم نشوف هون الاخضر الفاتح يعني بتحسه على اكزاكتلي وقدامه في الاخضر الاغمق منه بشوي مزبوط يعني هون عن جد مستوحين الطبيعه لما بيكون في كذا دوغري خضر موجودين مع بعضهم بقلب غابه او بقلب مثلا مثل هون عم تشوف بهالصوره هالاخضر الحلو يلي هو الجازون والبيستاش اللي ورا وهيك الكومبينيشن كلها على بعضها قديش فيها حياه وقديش فيها صحه اذا فينا نقول. بالصوره اللي بعدها
هون عم نشوف كيف قدرنا نترجم هاللون حتى لو حطينا على حيط واحد مثل ما عزلنا اوضه لحال عزلنا الكاركتر تبعها ديفينيشن لهالاوضه يعني هي مثل اوضه الصفره هون وكثير محبس كمان هيدا اللون يستعمل قد حلو مع الباركيه كثير حلو الكومبينيشن وحتى الحيط الاسود يلي بتحس انه على طول مثل ما حكيت بالحلقه الماضيه انه توش من الاسود على طول بتعطي ديفينيشن لكل الالوان الموجوده بقلب الاوضه دونك كلها على بعضها عطي ريزلتا كثير حلو بالصوره اللي بعدها كمان هون عم نشوف انه تابلو هيك صغير مع التنجيده من الكنبايه وكله ابيض وبلاك اند وايت وفيري مودرن عطى عن جد توش كثير حلوه كمان بهال بعتقد هيدا الحل اذا كان هالجنينه مش موجوده حد الباب كمان موجوده يعني كمان وهيدا حل للاشخاص يلي بخافوا يستعملوا لون بكثره يعني أوكي. بيقدر انا اقدر ادخل لون من خلال هيك اكسسوارز شيء صغير شوي شوي بقدر اعود حالي لاستعمل الالوان هون كمان عم نشوف استعمال اللون لهون شوي بنحس كمان في الصفار دخله اكثر استعمليله على الحيط وتوش صغيرة على الكسانات بدقري أخف يعني بالصورة اللي بعدها هون عم نشوف مثلاً على الخزانة هن خضر تبع المطبخ والحلو الكومبينيشن مع الأسود وأبيض تبع الأرض دونك عاطي كمان إفي حلو وكمان برجع بشدد على قديش عاطي حياة لهالمطبخ هاللون هون حبيت فرجي هالأوضة لشوف انه قديش الميكشر تبع خليط الوان كلها على بعضها مثل ما شفنا بصورة الخضرة لما شفنا كذا لون مع بعضهم ولما منشوف الاخضر داخل فيهم يعني اكيد هيدي الأوضة بدها تكون للاشخاص يلي بيحبوا الالوان وقديش بتحس في جمال او تبرير لكل الالوان الموجودة مع بعضها وما بتزعجك ابدا انا بفضل هيدي الأوضة هيدي ما هيك هون بترجع اكيد مسألة ذوق بس انا عم بحكي في اشخاص كثير بحبوا الالوان دونك عم نشوف انه حتى استعمل الاخضر مع عده الوان مقبول يعني ما فيني عده غلط يعني واليوم ما بعرف باسكال انت ادرى بهالموضوع بس صار كانه بالبيت في اوضه بتكون معموله هيك مزبوط يعني مزبوط. اللي بيكون فيها كل شيء دفو الماء بالطريقه المبسطه مزبوط. يعني مزبوط كان بدك تقولي لنا شيء على اخر صوره بس رح اقول انه كمان بنقدر نستعمله كان بدي افرجي كمان اكزامبل انه ان كان على الكنبيات او أوكي. بالدايننج تشيرز او على بكذا منطقه بالبيت نقدر نستعمله واكيد مثل ما قلنا نحن بنقدر ننقي التوناليتي اللي بتتناسب مع شخصيتنا مع ستيل بيتنا ومع اكيد وانا بشجعكم انه عن جد على طول تطلعوا حواليكم بالطبيعه لحتى واحد يستوحي من الالوان الموجوده حوالينا نقدر نختار الباليت اللي بتزبط اكثر شيء عندنا بالبيت باسكال ثانك يو كثير لوقتك اليوم بتمنى لك اكيد بقيت بسطت فيك كثير اليوم خلص بوعدك رح دلتل اكثر نحن مشاهدينا رح ننتقل لوقفه قصيره بنرجع نكمل باقي فقرات ام تي في لايف